هو انا يعني في واحده من البنات اللي معانا في الفصل قالت للمرحله بتاعتي كلها البنات اللي انا اتكلمت عليها واللي انا اتكلمت عليهم وعليه واللي انا يعني بتكلم عن كل الناس وكلهم ما بقوش بيتكلموا معايا. يعني انا مش عايزه اتكلم معاها تاني، هو هي اصلا ما بتتكلمش معايا، فانا اعتذر لها ولا اروح اتكلم معاها ولا اعمل وانت ما اتكلمتيش ولا اتكلمتي وهي خبصت عليكي؟ انت ما اتكلمتيش، يبقى هنا احنا قدام جريمة كبيرة وقعت فيها الزميلة دي. ايه الجريمة؟ انها كذبت، والكذب بتاعها في شوية بهتان كده متغلفين بسلوفانة حلوة كده اهو ملفوفين، وفيها اذية اكتر انها اوقعت بين السائلة وبين الناس. نيجي في الكذب بقى. ابو ذر قال لسيدنا رسول الله على المعاصي، قال له يا رسول الله المسلم يعني كده ممكن يعني يسرق، ممكن يضطر ولا يحتاج ولا كده ينسى نفسه والعياذ بالله تعالى يسرق؟ السرقة دي كبيرة من الكبائر وحرام وفيها حد، حاجة فظيعة جدا يعني. قال نعم ممكن. على طول بقى ده بنطلبه ان هو يتوب ويرجع السرقة اللي سرقها ويتوب الى الله سبحانه وتعالى وما يعملش كده مرة تانية. هيكذب المؤمن؟ قال لا. يبقى هنا ارتكبنا حاجة وحشة قوي او كبيرة من الكبائر وهي الكذب. الكذب ده اهو زي ما سمعنا عمل ايه؟ عمل فتنة بين صاحبتنا السائلة وبين زميلاتها. طيب الجريمة التانية، الجريمة التانية قام بيها الزميلات الفضليات والزملاء الأعزاء. ازاي؟ ليه؟ فين؟ انهم صدقوا الكذاب. طب وانا نعمل ايه؟ سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اوعى تصدقوا الإشاعات والأخبار وكل واحد يقول حاجة نصدقها. أرأيت الشمس؟ شايف الشمس؟ قال على مثلها فاشهد. لما الواحد يبقى متيقن كان يجب أن احنا نروح لها ونقول لها انت قلتي صحيح كذا وكذا؟ تقول ابدا، خلاص يبقى ما قالتش. اهو الجريمه الثالثه بقى، انها وصلتني لعدم العفو، مش قادر اعفو عنها. اوعى تعزلي نفسك بالشكل ده، انت يجب عليكي ان انت تعملي علاقه مع اصحابك وتقولهم على فكره انا مش كذابه وانا ما قلتش وانا ما عملتش، وتدافع عن موقفك. انما الانسحاب بيمكن ايه؟ بيمكن من ثبوت التهمه الباطله عليك. فيجب على الانسان ان يكون عاقلا وحكيما.